وصل صوتك. صبر بيع التوب للعربية توصلنا حتى الثمانية غير أربعة لمزيك. مازلتوا معنا في ستار شو مع ستار متاعنا ضيفنا اليوم حاتم الترابلسي. حكينا على الكورة, حكينا على الكارير الماضي, زاد المشاكل اللي بندخلوا منه الباب هذا شوية آخر ظهر لي حيدرة. أكيد جدا الموضوع علينا. ذكركم جوست من الأول بدينا بالفلاش باك, أهم محطات حاتم الترابلسي في هولندا في إنجلترا, كيفاش كان يعيش وكيفاش تعدت الأيامات الباهية والخايب حسب حاتم الترابلسي. تلقاو هذا الكل على السيت متاعنا مزيك فان بوانيت ولا على باج أوفيسيال على فيسبوك متاع مزيك, وموجودين شمس وهاشم يمنوا لكم ذوما الكل باش نجيو للشابيتر المفضل لحاتم الترابلسي ستارنا الليله, شابيتر المشاكل. حاتم شنبدا بصيغه عامه, علاش وين توجد حاتم الترابلسي توجدت المشاكل بغض النظر شكون غلط, علاش وين انت ما تتوجد فما مشاكل؟ والله يمكن انا نمس ثم حاجات نمسهم ما يمسوهمش غيري, يمكن فهمت زيدك اللي في ال معناها وبيان تختار نهج, تختار ان تكون صادق مع الناس, تختار انك تكون تنحي كل الانتماء نتاعك وتنحي المصالح الشخصية نتاعك. انا اخترت باش ننحي هذوما الكل, مصلحة شخصية اللي انت تنجم تكون تحب على بلاصة في جامعة, تحب تخدم كونترونور, هذوما الكل يخليوك انك ما تتكلمش بصراحة 100% باش تكلم على جمعية الأخرى ما تمسهاش, باش تكلم على الشخص الآخر ما تمسوش. أنا اخترت نكون بعيد على الحوايج هذوما الكل, اخترت أن نكون صادق في الطريق. نجم نقول لك ديما راني نجم نكون غلط, مي على الأقل أني نحيت حتى انتمائي اللي هو في قلبي جمعيتي نادي راس فيغسي اللي هي الأم, واخترت أني باش نتكلم فيها الحق. به هنا حاتم جمعيتك السياسيه ممكن انك كي حبيت تبعد على الانتماء نتاعك مريتش روحك يعني في وقت من الاوقات, ولا حسيت روحك يعني لزيت لها شويه السياسيه في وقت من الاوقات؟ والله هي الناس تشوف انا تكلمت يعني. لا ما بسيبا انا اخوي على الاقل انا تكلمت حاجه واقع صحيح تكلموا هما. شوف كي تتكلم انت تقول راهو ثم مسؤولين في الجمعيه الفلانيه راهم يخدموا ويترفقوا مثلا, يهز واحد التليفون ويكلمك, ما انت مهز التليفون تكلم اعتبره هذا الترفيق. فهمت؟ كي تتكلم انت اليوم كانيش بدنا نقول مثلا ماشي ملعبيه في تونس, ما تتكلم انت جمال اللي ممشي يهز التليفون ويكلمني كوارج يعرف روح فوز الريس يهز التليفون يقول لي شبيك قلت على الملعبيه ولا السوايح ولا شكري الوار ولا علي الحمروني, اللي باش يتنرفز معروف على قده, كانوا مدرب كانوا ملاعبي كانوا مسؤول كانوا واحد معروف. اليوم احنا نتكلموا في واقع, هل الواقع متاعنا اليوم باهي في الكرة في تونس؟ ماهوش باهي. اليوم نتكلموا الناس لاموا قالوا حاتم كيفاش يتكلم على ليزونترونور, خويا مروا التجربة متاعنا بليكيب ناسيونال الكل من 94 طحنا 96 بقدرة قادر مشينا فينال, صحيح ولا انا غلط؟ لا صحيح. علاش؟ هذه وقت اللي تجي انت عندك ده هنا تختار اللي انت تحب بلاصه تريني ما تنجمش تكلم معناها اذا باش تكلم صراحه مش في جيبك البريزيدون هذاك, شغل لك ما نجيبكش. وديجا انا عندي مشاكل يا اخي, تبان لك انا تخيلني نخرج ديجا انا عندي مشاكل, لكن هو ناش انك تقول فيه تقول لي انت كوره تقول لي حاتم راه ساعات تغلط, نقول لك راني ساعات نخطئ, هذايا صحيح معناها ساعات يعني نخطئ وهذايا, لكن ما عنديش سوء نية على معنا مش نقطة راني نحب نجيب العاني باش نتكلم فيها, لا وهذا هو كاو معنا ما عنديش علاش باش تصير مشاكل, هما يعملوا في المشاكل انا نتكلم كاي, وهالناس هما يحبوا يتدخلوا ويحبوا يحكي ويحبوا يتشهروا, ثم ناس تحب تتشهر ثم ناس تحب معناها عرش شنية, فهمت؟ كل واحد ناصر البدوي اليوم كي هز تليفون وصارت هذه في الاحد الرياضي في واحدة من حصص الاحد الرياضي هز تليفون وطلبك, هل ناصر البدوي مثلا في حاجة انه يتشهر؟ يعني مش شوف مثلا مش واحد من اللي صارت معاه مشاكل, انا شوف تحب نسمي لك رغم اللي صار معاهم مشاكل كل نسمي لك هاي ليست طويله عريضه قدامي سميني والله نحب نعرف انا نسيت مع سي اس اس النصر البدوي مع خليل شمام وجمهور الترجي مع بعض الاعلاميين مع مختار تليلي مع المدربين الكل بقولك ما فماش مدربين في تونس ومع الجامعه الكل, الوحيد اللي ما عملش معاه مشاكل طارق ذياب وزيد شباب الرياضه طيش لي الكوره مش قاعدين نعملوا رجعنا بالكابل كا وانا جايين لطارق ذياب اما بالكابل كا النصر البدوي اللي كنا نحكيوا عليه. أنا ما أشوف الناس يا أخوي أنا عندي مشكلة مع الخدمة, تقول لي أنت اليوم أنا أشوف رأيي نقوله والناس تدبر راسها يتنرفزوا يكلموني يشكيوا بيا كما العادة دبروا راسهم, أنا ما عنديش مشكلة معهم, أنا عندي مشكلة في الكورة ككل,
فهمت، عندي في المشكله في التسيير ومشكله معناها في 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 في, في الانتدابات. اليوم كان نحب نحلوا دوسي نادي الاصفاقسي، مش زياد تحب نحلوا دوسي مثلا ما تخرجش اللي ريزلتا، ريزلتا اكيد الناس كل فرحانه ولا كل شيء، اما تحب نحكيوا دوسي على الريكروتمون واللي دخلوا وخرجوا فهمت وتصرفت فيهم فلوس ما عملوا حتى شيء تو نحكيوا عليهم. اما لكن انا ما عنديش مشكله مع البدري، لا بروف انا وقت اللي هو نجحت السياسي قلت له مبروك، هما عندهم مشكله معايا. انا قلت اخي من حقي انا باش ننقد اي جمعيه، معناها اليوم انا كمحلل الناس خلص فيا نخدم خدمتي كما هو خدمته مدير رياضي، انا خدمتي محلل في التحليل، انا نشوف هذيك غلطه تقييمي راها غلط. علاش هو عنده يتنرفز؟ هو شنو ينرفز فيه؟ شنو ينرفز فيه هو يتنرفز؟ علاش تنرفز هكا وحدك؟ انا قلت لك ديما اللي تنرفز وعطيتك عليهم، انا اللي تنرفز علاش؟ لانه وحده وحده الانسان، لانه انا اليوم كتجي تقول والله اللي احترفوا البرة كل خايبين، بالنسبه لي انا راني ما نكلمكش، دبر راسك خذ من هنا احكي حتى لنتوفى ما قلقنيش، نعرف روحي انا وين لعبت ونعرف روحي شنو عملت ونعرف كاليتي نتاعي ونعرف كيما قلت لك، معناها اللي ملاعب اللي يبدا عنده ثقه في روحه والانترونور اللي يبدا عنده ثقه في روحه راه ما يتقلقش. كيما انت اليوم اعلامي، انا نتكلم ونقول الصحافيين اللي تحب نقول عليه، انت علاش عندك شنر؟ كانك انت صحافي وعندك ثقه في روحك، تعرف روحك تخدم بروفيسيونيل، تعرف قلقش. هي صحيحه على النظريه نتاعك، اما زادك يبدا واحد يعاود في الكلام مثلا، خذينا كمثلا الاعلاميين مثلا، انت تقول لي اليوم اللي عنده ثقه في روحه يهز التليفون ويجاوب، اما زادك يبدا واحد قاعد في بلاتو عنده ثقه يجاوب مش مشكله، اعطيناه فرصه. خليني نكملك سؤال خاطر تحت لي تاكل تو، انت عندك سلطه الميكرو وقتها بتجي مثلا باش تعاود نفس الحكم على نفس الشخص ولا نفس المجموعه، مثلا ما فماش اعلاميين ما فماش اعلاميين، زاد مش من حقك انك باش ترمي هكاك من غير ما عندك مثلا ادله، من غير ما عندك ديزارغومون يقنعوا هكا ولا معاك فوالا، هذا الاختلاف. لكن انا وقت اللي تكلمت اعطيناه هو تكلم ورجل وحتى من شاشتمني، انا ما عاودتش جبته في الوحده خاطر انا معناها ما نحبش ان نحكي فيه، خاطر نحسيته انه يحب يطلع باي شيء يتسلق وانا ما نحبش هذا، هذه واحده. واثنين هو كش بدني في الجريده اللي كتبها نتاع وعمل لي فهمت عمل عاود عملوا لي اللحيه الطويله بون وتيتك حتى اونتر بارونتيز مش مشكل مزيان سيرتو في شويه سيرتو في الظرف هذا الاشكال الاشكال هو مش في باله توك باش يعمل هكا، انا خذ بحي باش نبدا نجري في الجرايد يا ولدي دبر راسك بالفاسون. انا ما يقلقنيش، اما نعطيك كيما اعطاته اداره التلفزه الحريه باش يرجع، اعطاني خمسه سطور انا زاده نتكلم فيها الجريده هذيك، اما انا ما يقلقنيش، انا مادامني في البلاصه هذيك عرضه للنقد كيما عرضه لاي حاجه كانت، انا نتقبل من اي انسان كان النقد كيما انا ساعات نخطئ وهذا شيء ما 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 هذا حاجه عاديه، معنى انسان يغلط وانا كان نغلط لغالب معنى غلطه غلط، لكن نحاول قد المستطاع ما نغلطش في الاشخاص، نحاول لكن كي نتكلم في الواقع نتكلم في حاجه انه وقعنا في الكوره في الوقت هذا كان نحكيوا عليه. علاش اليوم انت كصحافه اليوم معنا نحكي بس الصحافه انا نستنتج ونتصور برشا من اللي يسمعوا يستنتجوا كانك تمتلك الحقيقه المطلقه، وانا نتصور وانا نقول واللي عنده ثقه ما يهزش تليفون ويطلب، كانك تمتلك الحقيقه والناس الكل ما تمتلكش الحقيقه. لا بالعكس، علاش يا اخي لقيتني انا دخلت في عبده يا اخي، انا الناس تو تبدا في البلاتو انا ما ندخلش يجوا يتكلموا يقولوا حاتم قلت لك تو، انا الناس نقدت على الفيسبوك تشتمني على كذا، ما عمري جاوبت واحد، شنو نملك الحقيقة؟ أنا نخدم يسألوني سؤال، لقيتني أنا نهار ندخل نبدا نتكلم في الناس، لا، أنا يسألوني سؤال نجاوب عليه، أنا اليوم كي يبدا اليوم كي نحكيو على إنسان محترف في أي دومين كان، يخدم خدمته، يلزمك تحترم مهما كان، الناس الآخرين رأي الناس الآخرين، أنا خويا أنا نحترم رأي الناس، أنا ثم عدة معناها من الجماهير الرياضية كيما نلقى الناس اللي معايا كيما الناس اللي مش معايا، انا باش نعطيك فكره، انا الناس اللي عندي معناها برشا اصحاب في الفيسبوك، انا الناس اللي تشتمني ثم برشا ناس تبلوكي، انا ما نبلوكيش، انا نحط تقبل معناها نقبل لانه هذاك يعمل الـ 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 بالنسبه لي انا اكيليبر، لانه اذا ثم عبد ماهوش راضي عليا علاش؟ ماهوش معناها خاطر ما يحبنيش معناها امور شخصيه، ما لكن اذا نحكيو في انا نكون كافي في خدمتي ولا في اي حاجه في التحليل يكون مش راضي حق به حاتم نتعدى شابيتر اخر من شابيتر ويت يعني المشاكل، الجمله اللي ظهر لي اللي خليت اثر ومعروفه كي نقول لك انا ولدك يا مدام ما عندوش بلاصه في المنتخب، على شكون باش نحكيو؟
وين ما نحبش مانيش امور شخصيه انا خاطر راه احنا خلينا نشوف نحكيهم بعد نقول لك انت معروف هذه من الدوله معناها من شوف انا ما عنديش مشكله شخصيه مع حتى حد انا نحكي على واقع وتجبدت في وقت معين وفي تعاودت حاله تعاودت برشا مرات انا ما تدخل يا وخلي بعد فيك تقول انا في الكوره عندي راي نعطي راي كاو شنو اللي قلت انا فلان ما يعجبنيش مش مليح نقول مش مليح بكاو عيب يا اخي عيب باش نقول هذه مثلا فلان مش باهي يا اخي راه في الكوره حتى احنا قالوا علينا مش باهيين وتحط سطحنا في التريبيون وصارت لنا مشاكل يا اخي هذيك الكوره يا اخي اليوم انت ماكش باهي ماكش باهي الغالب ما نحكيش على واحد معين نحكي معناها ما عنديش مشكله شخصيه مع حد انا ما نعرفوش الولد معناها نعرفه ك ك ك كوارجمي ما نعرفوش معرفه شخصيه وعندي معاه بونتو ولا ما عندي ما حتى حد اليوم انا وسام يحيى ما عمري شفته ندافع عليه ندافع على الكوره معناها ندافع على اللاعب هذاك يستحق يكون موجود ما ندافعش عليه خاطر نعرفه انا معنى خاطر انا صاحبي يسكن بحذايا في الدار ولا فهمت ما عنديش انا العقليه هذه انا ندافع على الملاعب هذاك يستحق يكون موجود فلان ما يستحقش يكون موجود هذايا انا رايي باش تقول لي انت شكونك انت باش تقول انا خويا حاتم تربيزي لعبت في ليكيب ناسيونال ولعبت البر ثم اللي لعب اربع ماتشات في التلفاز قريب يخرجنا من البلاد فهمت على الاقل انا عندي شويه كوره نجم نتكلم بها ثم عاد نحكي لك شاد الواحد تحكي لنا مش مشكله معناها العبيد ديما تقول لك شكون ثم اشوف انا نعرف انه ثم حمله تفصل مش حمله مانيش سياسي باش نقول حمله ثم بعض هاك ودي تفرني ترجع خاطر بالحق يا اخي ثم خاطر تتكلم الحق الناس كل تتكتل عليك اي تعرف ان نعطيك من وقتاش وليت الحكايه هذه من وقت اللي تكلمت عليك بنسونا يا اخي نقبل لك بنسونا ما كانش عندي مشاكل نتكلم عن ناول ونتكلم والواحد كل شيء ما صارت ليش مشاكل يا اخي انا كي تكلمت وسام تربلسي ما صارت ليش مشاكل اختي اللي تكلمت في نبيل معلول وتكلمت في الترجي الرياضي التونسي صارت لي المشاكل وشنو الفرق بين انك تتكلم على سام تربلسي وتتكلم على نبيل معلول باش تصير مشاكل ولا ما تصيرش شوف اذا تحب نحكيو ال 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 الواقع سام تربلسي مش محمي لا من الصحافه ولا من الناس سام تربلسي ضربوه في المطار سيمي تربلسي ثم حاجات صارت له مع الكواليس المطار ما مشاوش بطريقه الكواليس في الكواليس ثم اسئله سالت الناس مبعوثه باش يسالوا الملاعبيه اللي خرجت من ليكيب ناسيونال باش يتكلموا على سيمي تربلسي بالغلط بعثوا له الناس باش ضربوه سيمي تربلسي فهمت اليوم وقت اللي انا حتى تكلمت على سيمي تربلسي ونقدته خاطر كلي شفته معناها ما كنتش نتخيل معناها الناس هالضرب الكل ثم حمله صارت على 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 سامي ترابلسي اليوم وقت اللي شد نبيل معلول شو سبحان الله بقدره قادر خويا الناس تتكلم في الجزيره وقت اللي صارت هذيك وقت احنا المشكله اللي صارت انا مختارت لي هيشني لانه خرج من هناك قال يا خويا نبيل معلول ما يلزمش معناها اش قال هو نبيل معلول نجم فرصته ايه فرصته احسن واحد لك انا علاش وقت اللي صارت اني هو يعني سبحان الله لا اله الا الله وهذا يصدق وانا يتكاوني معناها فهمت مش مشكل اما اللي حبيت نقول لك انه ثم ناس بروتيجي واكثر ناس تحب تعرف هذو ما هم مسؤولين ترجي تنجم تحكي معاهم وتقول شنو اللي صار معناها فهمت وشنو اللي انا الامور هذه لا تعنيني في حد شيء انا لا عندي مشكله مع الترجي ولا عندي مشكله مع النادي الافريقي ولا عندي مشكله مع نجم الرياضي الساحلي وعندي مشكله مع نادي سفيرس ولا نادي انا كي تحل سوجي ونحكيو فيه نحكي فيه باللي نقدر معنى بالحاجه اللي نحسها انا ولا نجم نقول اللي تشوفه انت صحيح باهي حاتم انا باش نسالك حاجه الجمله الشهيره تكلم عليها اسكندر فما جمله اخرى شهيره قلتها انت قلت فماش مدربين في تونس انت شكون اكتشفك وشكون قدمك الجمهور وشكون اعطاك فرصتك انا وقت اللي تكلمت نتكلموا قلت ما فماش مدربين في تونس هذه الجمله اللي قلتها
في برنامج بالمكشوف ما قلتلكش من عام 1960 لتو انت قلت بيه. في تونس ما فماش مدربين ايه يا اخي باش مش بتكلمتي معنا في بالك انت تخاف فيا ايش فيك انا انا نذكر فيك قلت ما فماش مدربين في تونس انا على الاقل قلت ولا تقول انا نعطيك قول قول انا لك خلينا ما تبدلش ليه ليه قلت ليه مش بالك انت نقول لك ما قلتش ليه حبيت انت حبيت لا ما فماش علي ما خفصلكش معناها فسر لي لكن ثم مدربين مثلا معنا مجموش انه نقوله سي عبد المجيد شتالي اليوم شفت حاتم فما مانيير كنت تنجم تقول ما عادش فما مدربين ليه ليه شوف انا سي عبد المجيد شتالي تكلمت في كمام انا قلت سي عبد المجيد شتالي ونتكلموا على جماعة 78 وهذيك جماعة 78 مدربهم نحيوهم الكورة من تونس معناها ما نحكيوش عليهم نحيوهم ما فهمت نحوهم كايما لانه اليوم الملاعبيه هذوك شنو عملوا لتونس وكيفاش ما نجموش نحكيو عليهم ما نجموش ندخلوهم معناها معانا احنا اما كي نحكيو قلت انا كي نقارن المدرب التونسي بالمدرب الاجنبي كي تقول لي انت يا عم جاوا مدربين اجانب متوسطين نقول لك المتوسطين نقارنهم بالمتوسطين والمدربين اللي زعما كبار في تونس نقارنهم بالمدربين الكبار برا انا في التكوين المدرب معنا المدرب التونسي راهم يشدوا ليكيب ناسيونال شنو عملوا بالليكيب ناسيونال معنى هذايا انا في شنو نقصد اول الوحده لانه هما عاملين زعما حمله على شنو مش عاملوا علينا على شنو على شنو انا الحمله ضدي انا بيان قلت ما ثماش مدربين كي هما مدربين باهين مش مشكل ينهضوا بالكره في تونس اليوم خلينا نشوفوا القروان كما كانت قبل وخلينا نشوفوا جرجيس كما كانت قبل وخلينا نشوفوا المرسى وباجا كما كانت قبل لعبت فينال ضد سي اس اس وبنزرت تو اخير الحقيقه خلينا نشوفوا الجمعيات هذوما كانت تحكم في الشامبيونان في تونس الجمعيات هذوما اليوم كي نحكيوا على النيفو احنا انا تكونت في تونس ما ننكرش قلت لك انا تكونت لبرا انا تكونت في تونس لكن قبل في تونس غير تو قبل كانوا مربيين كانوا حتى الاقل واحد معنا الاساتذه اللي يدربوا فينا معنا كل ما عندهم تروزيام دوغري متحصلين على الشهادات نتاعهم ايوا حكايه التروزيام دوغري واثنين انه قبل حتى يعلمونا الكره هذه مما لا شك فيه ويربيوك تربيه صحيح اليوم لا منا ولا منا معنا اليوم كشوف المشاكل اللي صايره في الكره في تونس فهمت ونشوف النيفو نتاع الملاعبية اللي قاعدة تطلع كان أنا الوحيد نشوف هكا ويمكن أنا غالط معناه نولي أنا غالط معناه الكرة متاعنا باهية مدربين متاعنا باهيين وأنا يمكن غالط واضح مازلنا باش نتكلموا برشا في الموضوع هذا والشابيتر البريفيري بالنسبه لحاتم الطرابلسي المشاكل ومازلنا باش نرجعوا على الليسته طويله نتاع المشاكل اكيد في حاجه نكملوا معنا الحوار لكن زاد الحوار الوطني وما ادراك ما الحوار الوطني وكل ما يهم الاخبار على الساحه الوطنيه والعالميه تود سويت في الاخبار على موزايكو راجعين في ستار شو مازال من عند سميره سعيد وصلنا ل 8:11 دقيقه ومازال الحوار ومازال اللقاء متواصل في ستار شو مع نجمنا الكبير حاتم الطرابلسي اللي بدأ معنا بالسبعه وحتى التسعه ذكركم جوست باللي المحاور والإجابات وتفاعلات حاتم على تلك الحوار ذات تلقاهم على السيت موزايكا فان بونيت وعلى الباج اوفيسيال بتاعنا على فيسبوك اللي كما تعرفوا الكل فاتت المليون فان ديجا نوروا به برشا ومرسي لكم الكل اللي تبعوا فينا كسوا على اللايف ولا على الباج نتاعنا ولا على السيت نتاعنا ضيفنا كما قلت حاتم طرابلسي واحنا نحكيو في الشابيتر بريفيري اللي هو المشاكل هكا ولا المشاكل وقفنا في المدربين وجمله ما فماش مدربين توينس نمشيو معاك حاتم للاسامي تاع المدربين توينسا نشوف واسكو مازالوا فما مدربين توينسا بالحق ولا لا نعطيك انا اسم من الاسامي نبدا فوزي لبنزرتي نجم يكون من مدربين توينسا اللي يصلحوا لهنا في تونس شوف انا ما نحبش تو انت تسميني وانا تهبني انا نجاوبك بالضبط بالنسبه لي انا ثم جينيراسيون خذت فرصتها دربت المنتخب دربت الفرق نتكلم على الفوز بنزرتي فاز بالقاب مع الترجيرات اكثر مدرب تيتري في تونس صحيح لهنا احنا نحكيو انه انا وقت اللي حكيت في فتره أنا فوز بنزرتي أكيد أنه نجح مع الفرق وعن نجم رياضة الساحلي كذلك مع المستير ترجي الفريقي لكن نحكيه إكيب ناسيونال شفت أنا كان حبته نقيم وحكيت على إكيب ناسيونال وحكيت أنه في وقت أنه المدربين تطور وقت أنه المدربين بدأت تخدم بطرق علمية أفضل هذية اللي يمكن جينيراسيون جديدة هذه اللي طالعة كما سبحان الله كما في الكورة مثلا تتبدل الجينيراسيون كما المدربين تبدا صحيح انه الكبار عندهم الخبره لكن كذلك توا فرصه باش الصغار ياخذوا فرصتهم
سامي انت قلت بسامينا وباش نسميه لك وانت باش تتكلم من عرش قلت جينيراسيون جديده لازم تطلع اكثر تكون على باج اكثر هكا ولا تقصد معناه انه الكره تبدلت مش عام 70 كيما 80 كيما 90 كيما تو معناه احنا مدربين شبان احنا نقولوا مدرب شاب يبدا عمره 45 سنه مدرب شاب خالد بن يحيى مثلا يدخل في القاعده ولا في الجمله اللي قلتها انه فماش مدربين في تونس شوف انا من معنا خالد بن يحيى مدرب صغير هو اكيد ما دام مدرب معنا كي نحكيو على السن معنا نحكيو كي إيه على السن نحكيو على السن لكن الاشكال انه بعد معنا بعد مده طويله على الكره وتو كي يدرب في 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 قفصه لكن ما بين قفصه ما نعرفش اخر جمعيه اللي كان بغاب عامين او اكثر لكن على الساعة ما غابش برشا خالد كان كان مطلوب يعني حاتم كان موجود لازم يكون موجود ممكن اختيارات شخصيه بالنسبه لي انا اي مدرب لابد ان يرسكل روح اي مدر معنا مهما كان اسمه بالنسبه لنا خالد بن يحيى تاريخه في الكره داخل في الترجي هذه ما نعملش كلش فيه فاز معنا بالترجي بالالقاب لكن اليوم باش تكون مثلا اي مدرب حتى تكون عندك نيفو نتاع مثلا جمعيه كيب ناسيونال تاخذ حي كيب ناسيونال انا معناها هي ننصح ولو انه هم اكبر مني معنا في العمر انه لكن الانسان كي يخرج يعمل ديستاج في 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 البرة الحقيقه توسكي اللي ديجري انا في 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 تونس معنا الحقيقة معنا ما يتعلموش برشا مدربينا من الإطار الإطارات اللي قاعدة تعطي معناها تكون في مدربين في تونس ما هيش قاعدة تعطي معناها في حاجة أن يخرج مدرب كامل باهي نقصر عليك ثنية شكون أنت المدرب اللي تشوف فيه البروفيل متاع مدرب باش ينجح قاعد يتبع قاعد يثقف في روحه قاعد ماهوش عايش على نظريه القديمه يحب يعمل كارير وكارير قدام وشكون البروفيل انا ما شفت اذا الكل ينجموا لكن انا ما شفته انا اللي تشوف فيه اللي ما شفت حتى انترينور خرج بار محمد الكشري سمعت بيه مشى لالمانيا وقت اللي كنا سنه معناه مشى لالمانيا عمل استاج بدكش انت ما سمعتش حاتم يا اخي معروف انا يعني كي مشى يا اخي مصعب دريدي مثلا المدرب الحالي تاع ملعب تونس شوف تو انت بدي نحكي لك سميت لك مو حاتم انت عطيت حكم علي تعرفوا نصعد الدريدي مثلا نصعد الدريدي مثلا يمشي يعمل استاجات في المانيا وقاعد معناها يبعث كل مره دوسيات وسي في يحب يتمكن باش يحضر يشوف دي سيونس دونترينمون تاع بايرن تاع غيره معناها فما ناس طموحين كمان انا احنا ماحناش ضد هذا يا اخي انا بالعكس انا نفرح ولاسعد معنا صغير وفر جينيراسيون انا وياه ولعبنا مع بعضنا وبالعكس انا نفرح كي اسعد الدريدي يغدو الحي يولي انترينور كبير بالعكس احنا هذاك شنو انا لانه الدفاع على ملاعبيتنا او على زونترونور اليوم باش يخرجوا ويتكونوا ولا مدربين كبار يا اخي انا شنو باش نتقلق كي لاصا دريدي يولي اونترونور كبير اليوم بالعكس هذه حاجه تعاون الكره في تونس باش اليوم نشوفوا حاجه تتغير في الكره نتاعنا مش اليوم نشوفوا اونترونور اليوم يدخل في تونس معناها كل احترام الحقيقه بريمير ديغري يبدا قاعد على البنك فهمت تدخل لي والله يغش معناها يغشونا الجمعية يبدا قاعد يراني في جمعية سينيور اعطيني حتى كان انت عندك نوعا ما شوية ذكاء متاع الكورة مكش متكون بشكل كامل لهنا هذايا شكون مسؤول عليه انا مانيش انا نقدت الوضع لكن انا ما عنديش مشكلة مع الاشخاص عندي مشكلة مع الهيكل ككل معناها على النظام على التنظيم هذه المشكل نتاع الكره نتاعنا لكن انا بالعكس نحب ملاعبيتنا انهم يوصلوا ونحب ملاعبيتنا انهم يتكونوا بكدا ونحب اليوم مدربين ناجحين اليوم نفرح انا مثلا كي يبدا مدرب ناجح يمشي الخليج فتح جبال لهز مع الفتح لهنا هذا حاجه تفرحنا وحاجه تسعدنا انا اليوم وقت اللي صابر خليفه اليوم ناجح وخرج ومن إيفيون مشى لمارسي يا اخي هذه حاجه تفرحني انا ما تخيلش قد ايه مثلا اليوم نتمنى انه ملاعبيتنا الكل يحترفوا في اوروبا ويوصلوا لنيفو عالي اما لكن انا اليوم ما كتجيش شني مشكل شني انا الهدف نتاعي انه ملاعبيتنا يحترفوا في اوروبا والمدربين نتاعنا يطلبوا انهم يتطوروا باش يكونوا مدربين قادرين باش يقودوا المنتخب علاش المنتخب نجح كان مع 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 الـ مع الـ مع الـ مع الاجانب اليوم اخويا إذا تحب نرجعوا لتاريخ كما رجعتوا لي أنا للتاريخ نرجعوا المدرب وتاريخه كي كان لاعب كل مدرب كان لاعب يكمبن وكان لاعب ينحي في ليزونترونور وكان ملاعبي ينحي في فلان خاطره مش تابعه وينحي في فلان هذا التاريخ نجم ترجع له سهل الكل نحكي لك قلت لك كل كي نرجعوا للتاريخ كل واحد فهمت ما عندناش برشا انترونور احنا نجمو نرجع سورتو لا يولي انترونور راهو نفس العبد اللي كان هنا ولا انترونير نفس التكمبين نفس المشاكل
كل ما واحد هذا تاريخ ما... التاريخ الحاجة فيه باهية يجيب لك الباهي ويجيب لك الخاي. كان مختار تيلي دونك نعاود نذكركم انه كل شيء تلقوه على السيت نتاعنا على الباج اوفيسيال على موزايك هاشم وشمس قاعدين يحضروا في التصاور في ليزارتيكل وبالطبيعه احلى تصاور من عند الكاب وحبيبه هميمه ضيفنا الليله ستار الكبير حاتم الترابلسي. نكملوا في الشابتر هذا حاتم، عملت مشاكل مع تونس الكل تقريبا الا مع السيد طارق ذياب وزير الشباب والرياضه، زيرو انتقاد. تفهمني يا هذه بتاع سيسمة الميزيك كي توفوا الأخرى نحطوا لك هذي مش تكتيك معنا. أنا مثلا مش ننقد طارق ذياب على أساس شنو، أنا على شنو مش ننقده مثلا اليوم كان وزارة شنو، أنا مش نطلع ننقد في الوزير على شنو تشكر فيه على شنو وزاد به. أنا كي باش نجي مثلا النقاش اللي صار معناه هو أنا جيت معاه كلاعب كرة قدم وليس كوزير رياضة. كوزير رياضة ثم ناس اللي معنى عندها الكفاءة باش تقيم السيد طارق ذياب كوزير رياضة قايم بمهامه ولا لا. أنا مانيش مؤهل باش نقيم إيه ما هو جاو في موقع قرار مش لاعب كرة قدم. أنا قيم. اليوم وقت اللي تحطينا في بلاتو في الوطنية كان معنا السيد وديع الجاري رئيس الجامعة وجاء قال معناها مستوى أنه طارق ذياب به وعليه ومستوى وترجنه فيه. حقيقة أنا رفزتني معنى مهنا كان باش نتيحوا في حاجة هذيك يبقى الوزير وزير تبقى الواحد والمواطن مواطن مهما كان يلزمنا معناها نتكلموا. إذا نتكلموا مهما كان ديمقراطية تقول سيد الوزير مش مشكل معناها مهما كان. بالنسبة لي أنا ومن بعد إذا هو ضرب طارق ذياب ما هو ما تكلمش على طارق ذياب الوزير، هو تكلم على طارق ذياب لعب كرة قدم. بالنسبة لي أنا عبارة تكلم فيه أنا وتكلم في الملعبية متاع الكرة كل هو وقت اللي شتم طارق ذياب ما شتمش طارق ذياب الوزير. بالنسبه لي انا اتكلم على طارق ذياب لاعب كره قدم، لاعب القرن، لاعب افضل لاعب تونسي تاريخنا بهم هما بيه ومحمد العقربي ومختار ذويب وبعتوقة هذا التاريخ بتاع تونس صحيح ولا لا؟ اليوم وقت اللي تجي تضرب انت رمز من الرموز هذه بالنسبه لي انا عباره ضربتني اللي ما ضربته هو تضربني انا كيف كيف؟ اي معناه يولي رد فعل مختار ما مبرر زاد كي ضربت انت ليزونترون مش مشكل ما يقلقش. انا جيت قلت لك تقلقت من حاجه حسينا انك تقلق؟ لا بالعكس انا بروف انه توصل تليفون تاع مصارحه يعني كان فما مشكل. لا لكن انا ما تقلقتش معناها انت كتتكلم معناها نبدا انا مقلق ونبدا في غير محزين. لا معناها صارت رده فعل ما انت استنيتهاش لكن صارت بالنسبه لي انا مانيش بتوف الدنيا ويزمني نكون معناها متهيئ لاي تدخل. شفت كي نعطي اي انترفيو يزمني نتوقع اي انسان باش نجم يكلمني باش نجم يعطيني رايه وباش نجم يقول لي راك غلط كيما نجم يقول لي حاجه خارجه على الموضوع ويزمني نتقبل ونتحمل. مدامني انا اليوم ننقد في الناس كيما ننقد في الوضع نتاع الكوره كيما نتحمل النقد. لكن انا اليوم ما ثماش علاش اليوم السيد طارق ذياب اليوم باش ننقد اليوم كلاعب. انا قلت لك معناها كوزاره فانت ناس اللي باش تقيم خدمته في وزير. انا كملاحظ زاد على الخدمه اللي قاعده تخدم فيها الوزاره تنجم تلاحظ تقول هذا ينجم يكون صحيح ينجم يكون غلط كيما انت زاد مش رئيس جامعه بتعرف انت بار اكزومبل المنتخب ماشي هك ولا ماشي هك. انا كنت نقيد على رئيس الجامعه على الشامبيون نتاع تونس ياك واضح يا اخي رئيس الجامعه باش نجيب حاجه من راسي. الوزير زاد على الرياضه الموجوده في تونس اي كومبري الكره في تونس مثلا اعطيني انا مانيش انا حكمت على حاجه معينه على نقاش معين مانيش نحكم على ما حكمتش على السيد طارق ذياب انا على تو خدمته شنو يخدم شنو يعمل شنو كذا. وقت اللي تحلت انت علي جون في الوحده وتكلمنا جمعه ديت تكلمنا قلنا سلطه الاشراف مقصره ويلزمها تعاون لي سونتر نتاع تكوين فورماسيون ويلزمهم من 400 طاحوا لصفر. لهنا وقت اللي يلزم تتكلم ثم المواضيع. اليوم احنا وقت اللي نتكلموا في المواضيع احنا ديريكت بالجامعه شو مدخلنا في الوزاره فهمت. احنا كي نجيو نحكيو على النجاح مثلا نحينا من تقول انت الوزير ورئيس الجامعه متعاركين ليكيب ناسيونال خايبه لا حتى علاقه ما عنده حتى علاقه. تقول انا ما اعطانيش فلوس باهي ما اعطاكش فلوس اترشح تو تجي الفلوس تو يدخل رئيس دولة ولا رئيس الوزراء اللي لازم تلقى الحل صحيح ولا اليوم ما تربطهاش الحاجة. احنا نتكلموا على المستقبل اعطيني الرؤية اعطيني انا مثلا اليوم علاش نربطوا الحاجة هذه على خاطر انا كيما جات خرجت بتاع البيوع والشراء ثم
والله انا دفعت على المنطق، مانيش ندافع على يمكن هما قالوا حاتم يدافع على طارق ذيب يا اخويا، مش مشكل. وانا قلتها لا في تلفزيون، قلت راني انا ندافع على طارق ذيب، على شنو وجدوا بنقعد مع كريم العبيد حاتم ما تنجمش تكون يعني لسان دفاع نتاع وزير الشباب والرياضه طارق ذيب، وعلى خاطر مصالح اخرى، مصالح ممكن شخصيه بينك وبين الوزير. اي تصدقني تصدقني اللي يسمعوا يصدقوك. احنا مصدقينك اللي جيت نتروح معنا. انا عندي قضيات في الوزاره اللي اي مواطن عادي كاي مواطن عادي باش ندخل الوزاره نقضيها، ما مشيتش على خاطر انا تكلمت في التلفزه ودفعت على طارق ذيب. معناها باش يكون في بالك باش نبعد الشبهات الكل، وبالرغم انا كمواطن تونسي من حقي نمشي للوزاره باش نطالب حاجات، لكن ما مشيتش. وقت اللي انا دفعت على المبدا، دونك انا مديني اخترت ان ندافع عن مبدا، واخترت انا قيمت انه الراجل هذا صحيح، انا قيمت تقييمي نجم يكون غلط صحيح ولا، لكن انا قيمت. لكن الحمد لله اليوم اللي يجيك يقول لك حاتم في التلفزه مهما كان يسمعوا فينا مزيك تبارك الله الناس كل تسمعها، اي انسان يقول لك حاتم راه تكلم على خاطر وراه شكون، والا تكلم لمصلحه شكون ولا كذا، هما محلول المزيك ونجموا حاتم وزير الشباب والرياضه بالنسبه لك ما عمل حتى غلطه؟ ينجم يعني مغلط، ما ثمش واحد من غلط. لا مش في المطلق، نحكيو في علاقته بالجامعه التونسيه لكره القدم. اكيد اكيد ثم غلط، من المفروض انه كانت تصير هو المصالحه كارهم اللي تدخلوا. شفت كي نحكيو على غلط الوزير تولي تحكي على المصالحه، وكي نحكيو على غلط الجامعه تولي تلوج في ليزيكزومبل. حسيت روحك هكا ولا مثلا انه وزير الشباب والرياضه طارق ذياب استشار الاتحاد الدولي لكره القدم في امكانيه حل الجامعه. لا هنا لهنا يعني غلط، خاطر كانت نجم تضر الكوره في تونس. لهنا تدخل وزاد محاولة انه يعين مدرب وبعد صار تجربات العفو الكل لهنا لهنا كيف كيف إيه مش معنى ايش حاتم تكلم في الموضوع هذا يا اخي. سالوني هما باش انا نجاوب شنو سمعنا شنو انت مشكلتي يسالوك لازم يسالوني بس انا اسالنيك واضح اسالني نجاوبك ما تسالنيش انا ندخل هكاك مثلا ما ثماش موضوع باش تحكي على المشاكل هذه ما نحكيش عليه في وقت اللي تجبد احنا إيه حتى المدربين ما سالكش حتى حد على المدربين وحدك قلت فماش مدربين فما حاجات تحب تقولهم انت فما حاجات ما تحبش تقولهم والله لا ماهيش مشكل لا نتفرج ونشوف ما نحبش شيء انا نحب الصحيح لا خويا لا غلط انت غلط راه انا غلط الناس الكل سواسي نحاول لكن انا يستحيل باش نجم نكون معناها نتكلم اما نحاول باش نكون واضح مع الناس الكل نكون واضح صادق مع نفسي قبل ما نرضي الناس لازمني نرضي روحي قبل هذا الكل والناس تحس معناها تحس بالحاجه هذه. اليوم انا العلاقه نتاعي انا شنو هي بالوزاره؟ شنو هي؟ ما عندي حتى علاقه انا بها. الوزاره شنو هي معناها في الجامعه؟ لازم توفر الفلوس، توفر طياره خاصه، وتوفر الظروف الباهيه للمنتخب، صحيح ولا؟ وي نهارت اللي ما تقومش بهم تتسمى مخله بالواجبات نتاعها، الباقي ما يعنينيش. انا عملوا استاد ما عملوش استاد هذايا داخل في الدولة ككل وداخل اما كنت تحب تحكي لي نقول لي راه هو مسؤول خلف الفيفا ولا احكي مع الفيفا هي غلط غلطة هذه خاطر المشكلة اللي صارت مش تنساهم وراقك في وزارة الشباب والرياضة نعم اللي كنت باش تقضيهم مش تنساهم جملة لا ما شوف انا نفسر لك الحمد لله مانيش معنى الحقيقة وان شاء الله ربي اللي يخليني نستحق لحتى حد معنى الدنيا هذه اي اوراق مع الدولة لازم تخرجهم شوف تستحق الإدارة باش تخرج الكرة الإدارة نمشي ياكم معروفين الإدارات اي واضح فهمت معناها مش الإشكال مش غادي اليوم كي تقول حق ثم نستحب الحق. اليوم انا كنت فرج انا قبل ما نعرف طارق ذيب الملاعبي والوزير قبل ما نعرف الوزير انا عرفته كمحلل قبل هو لاعب كره قدم قديم ونعرفه كمحلل في الجزيره الرياضيه كنا نتبع فيه وكيما كنا نتبع فيه انه في تحاليله كان صريح وفي تحاليله كان واقع يتكلم الواقع ويصدح بالحق ويتكلم في الكوب دافريكو ونتفرج فيه. يستحيل اي انسان يخطئ ما قلناش هذا لكن على الاقل عنده نوع معناها الراجل صادق والراجل يتكلم الحق وهذه ما يعجبني في كل انسان انا يكون صادق. الاخطاء اكيد انه يخطئ هذه مما لا شك فيه لكن أن يعجبني فيهم هو حاجة برك وقت اللي كان يخدم وأنا نتفرج فيه أنه تعلمنا عليه برشا حاجات وهذا اللي يعني فهمت على الأقل مش مكبشين معنا كم برشا عبيد وكاو يعني حاتم ممكن تكون انت هكا بالكلام هذا اكبر مرشح رئيس نقابه ملاعبيه كره القدم ياسر راديكال ياسر يعني ميل لجوريت هذا كل يعني وسيت الوزاره وسيت كل شيء اعطيك بركه هو ملاعبي دونك ما عنده حتى غلط شوف قلت لك لا قلت لك لا ما نحكي اون جينيرال يعني قلت لك معناه نجم يغلط بالعكس شوف
انا اليوم امبوسيبل باش نكون رئيس نقابه مش نقابه شندي ما نعمل ندافع على الملاعبيه كيما دفعت على طريق ديفته لا ندافع من بلاصه نتاعي اذا انا نجم نوصل صوتي ندافع على 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 الملاعبيه على كل حال هم وقت اللي اجتمعوا ها رئيس الجامعه يبعث في ناس باش معناه يدافع عليهم وعلى الاقل هم كلمونيش قالوا لي دافع على الوزاره فهمت اليوم معناها ال- 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 الحاجه اللي صارت اليوم في الجامعه ولا في الكل في الرياضه شكون مسؤول عليها ما نجمش نقول انا الوزير نجم نقول كان رئيس الجامعه الناس تقول لك انا اسكو انا نحب نولي رئيس جامعه زعما نجم تكون تشنو ما عندكش طموحات جمله حات هي دخل نسالك سؤال على روحك نسال على الناس الكل شنو ديفواتك حات ما تقوليش نتغشش فيها خاطر الناس الكل تسال ديفواتي ويقول لك نتغشش فيها اكيد عندي ديفوات لكن ما نجمش نعرف واحد بارك ميساج اعطينا واحد نجم تعرف واحد منهم كمان ديفواتي صريح ماهوش ديفو راه ديما كي نسال واحد على ديفواتي يقول لنا حاجه باهيه صريح صريح ديفو ماهوش ديفو ماهوش ديفو انا عند العباد يولي ديفو عند العباد عنده ديفوات اخرين تكلمت على العباد بدنا نسمع العباد رايهم وشنو ما ديفوات حاتم طرابلسي متكبر باين من هيئته من لبسته شو تعرفه متكبر من لبسته فرشي تلزا مره ولا اربع مرات جابه يفهم لها وكذا قسمته بها يحكي ياسر ياسر وما فهمها منه شيء كان يعجبني كان يكفر المنتخب كان بالرسمي بيفو طياره برشا فهمت اما جات فتره ولا يتكبر على المنتخب اخي بحاجه بلادي يرضى شويه كي يتكلم انا ما يعجبني في حد شيء في كلامه في تصرفاته في برشا حاجات ديما متعصب شويه محرار بيشجع الجول واضح هذوما راهو لي ديفو بيان سور بعد شويه باش نسمعوا راي الناس الحاجات الباهي في حاتم طرابلسي وكل انسان فيه الباهي والخايب احنا نعملوا ترتيحه صغيره بالكل ونرجعوا نكملوا مع حاتم خاصه الموضوع الاهم والابرز اللي تكلم فيه الناس الكل توجهات حاتم طرابلسي الدينيه توجهاته السياسيه هل بالحق حاتم طرابلسي تحول الى سلفي سؤالي جاوب عليه حاتم طرابلسي بعد لحظات